بجدد الترحيب بكل حضراتكم، وبالتأكيد إنه الخبر الأبرز والأهم اليوم بعد ما استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي قدم استقالة الحكومة لسيادة الرئيس، كلف سيادة الرئيس دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتي تعمل في النهاية على تحقيق عدد من الأهداف الهامة، وبالتأكيد على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري. خلينا نقول لحضراتكم إنه الثروة الحقيقية التي تمتلكها مصر هي المواطن، وبالتأكيد إنه الفترة الماضية الحقيقة وفترة حكومة دكتور مصطفى مدبولي هي الأصعب والأكثر دقة، في وقت كانت بتتزايد في التحديات الحقيقة الإقليمية والدولية، طبعا بداية من جائحة كورونا في 2020، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وفي النهاية الحرب في غزة. بالتأكيد كل هذه كانت أعباء ملقاة على الدولة المصرية. السؤال الذي يتبادر لذهن المواطن، ما هي أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة؟ أبرز التحديات اللي بتواجهها الدولة أيضا خلال الفترة القادمة؟ كل هذا والمزيد من التفاصيل مع دكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر. أهلا بحضرتك يا دكتور جيهان معنا على أهلا شاشة بيك يا التلفزيون. جرمين، أهلا أهلا بيك بحضرتك. وأهلا بكل مشاهدي ومستمعي المتابع، أهلا وبشكركم بحضرتك. على المجهود الكبير والعظيم اللي بتبذلوه. يعني في البداية دكتور جيهان، السؤال الأبرز، ما هي الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة؟ أولا خلينا نشكر الحكومة السابقة الأول ونقول لهم شكرا على الفترة اللي قضيتوها مع المواطن المصري. خلينا نقول ان النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اولى اهتمام كبير جدا زي ما انت قلتي لمحددات الامن القومي واختيار الوزراء بانهم يكونوا اكفاء جدا في مجالهم. لذلك انا ليا رؤيه، يمكن شخصيتي الرؤيه الشخصيه ليا، ان يكون بالذات الملف الاقتصادي يكون هؤلاء هم دارسي الاقتصاد الاجتماعي. ليه الاقتصاد الاجتماعي؟ لان الاقتصاد الاجتماعي بيخلق ديناميكيه مشتركه مع مصلحة الجماعة المواطنين نفسهم. النهاردة لو أنا بقى عندي اقتصاد دارس الاقتصاد الاجتماعي تحديدا في الملف الاقتصادي، بالتأكيد النهاردة هيكون عندي مجموعة كبيرة جدا بتشعر بالمواطن المصري، حتى في مواطن نفسه بيشعر بالتغير الاقتصادي أو بالإصلاح الاقتصادي اللي موجود في الدولة. احنا عندنا اصلاح اقتصادي تم، تم فعلا اصلاح اقتصادي. هل المواطن شعر بيه؟ بالتاكيد ما شعرش بيه، لان كان في فترات كبيره جدا فيها غلاء الاسعار، ما كانش في رقابه قويه على السوق، محتاجين ان يكون في انتاجيه ومشروعات صناعيه يهتم بيها الوزاره القادمه، محتاجين ننظر الى مخرجات الحوار الوطني. صحيح. النهارده الحوار الوطني ومخرجاته هي اللي المفروض تطبق على ارض الواقع. يبقى النهارده لو انا عندي حكومه فيها دارسي اقتصاد اجتماعي هيبقى مهم جدا في الحقبه الاقتصاديه او الحقيبه الاقتصاديه. النهارده لو عندي دارسي الاقتصاد السياسي في الحقبه السياسيه، وهو المحور السياسي الهام جدا واللي كان يعني خرجنا بيه من الحوار الوطني، احنا نزود عدد اعضاء المجلسين، يكون في اشراف قضائي بين الدستور ويكون في نظام انتخابي محترم في ظل ضوابط دستوريه قائمة بالفعل. النهاردة عندنا لجنة كانت في لجنة حقوق الإنسان، كان فيها توصيات كبيرة جدا في الحوار الوطني برضو تنفذ. النهاردة المحور الاقتصادي مهم جدا، في المحور الاقتصادي إن احنا ندور على الاستثمار الأجنبي، ودايما يمكن أنا في سفرياتي خارج مصر بحاول بقدر الإمكان إن أنا أجذب الاستثمار الأجنبي صحيح. لمصر. النهاردة الدور العظيم على السادة الوزراء والاستثمار الأجنبي علشان أقدر النهاردة يبقى عندي احتياطي أجنبي قوي، زي ما بعنا اتباعت رأس الحكمة نقدر نبيع رأس جميلة برقم بالدولار، رقم كبير جدا نزود الاحتياطي النقدي بتاعنا، نقدر في أماكن كتيرة في مصر نقدر نتكلم ونباعها أو نخش فيها شراكة مع أخواتنا سواء كان من العرب أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الغير مباشرة. النهاردة صحيح. البورصة المصرية في أدنى المواطن أسعارها بيشعر ده، النهاردة. يعني الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر، خلاص كل المواطنين ادركوا هذا وعلى درايه بهذا الامر بعد طبعا صفقه راس له الحكمه، أهمية وشفنا كبيرة جدا توافق طبعا طبعا، له السيوله أهمية كبيرة الدولاريه جدا، بشكل لازم كبير. المواطن أو المواطن شعر بده لما انخفض سعر الدولار في صفقة رأس الحكمة. انخفض سعر الدولار من 50 جنيه اللي وصل وقتها ل 45 و42 و43، فالنهارده لو دخل كمان تاني صفقة أخرى
لمصر، لا الامور هتتغير تماما، وهيصل سعر الدولار للسعر العادل بتاعه اللي كل الخبراء الاقتصاديين اتكلموا فيه. النهارده عندنا يجب ان يكون هناك اهتمام بالصناعه وتسهيل اجراءات المصانع انها تنتهي باسرع وقت ممكن، علشان يبقى فيه مجال كبير وعظيم ان احنا يكون عندنا صناعات محليه تصدر للخارج وتدر علينا عمله اجنبيه. صحيح، النهارده الصناعة ايضا كمان في يعني مجال، هي يعني قاطرة التنمية الصناعة. بالتأكيد بالتأكيد، النهارده الزراعة والأمن الغذائي مهم جدا ان احنا نقدر ان احنا نضع استراتيجية تفوق حتى 2030، نشتغل على 2050 بقى، يعني خلاص احنا 2030 خلاص احنا كام سنة هيبقى في ده، نضع خطة 2050 ونعمل من أجلها ومن أجل التطوير. النهارده يجب ان احنا نهتم أيضا بالأطفال بالطفولة، يعني أنا طول الوقت بقول إن الجيل الجديد الأطفال والطلائع هم دول اللي محتاجين نبني عليهم الوطن. الشباب اهتمينا بيهم وعملنا لهم عام الشباب المرأة، وعملنا لها عام المرأة ذوي الهمم واهتمينا بيهم، وهذا العام سيكون عام ذوي الهمم. الأطفال الأطفال هم والطلائع هم يعني عماد الدولة في الوقت الحالي، يجب الاهتمام بيهم جدا. كان أنا طول الوقت بقول يعني يجب أن يكون هناك وزارة خاصة بالأطفال وسن الطلائع اللي هم الشباب الصغيرين لسه داخلين الحياة، ونبتدي ندرس لهم في المدارس أيضا يعني إيه سياسة، يعني إيه اقتصاد، يعني إيه بورصة، يعني إيه كل الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها. إحنا ككبار لو زرعناها في الطفل من صغره هيطلع فاهم يعني إيه اقتصاد، إزاي يحاول إن هو يحافظ على اقتصاد دولته، إزاي يفهم محددات الأمن القومي المصري. كل هذه الأشياء يجب أن تكون في تعليم الصحة، ملف الصحة ملف مهم جدا جدا طبعا في الفترة القادمة، والتأمين الصحي مهم جدا إن المواطن الصحة ما يشعرش. والتعليم يعني من أهم الملفات بالتأكيد اللي بيتم العمل عليها باستمرار. إحنا محتاجين بقى العمل عليها والتنفيذ بقى على أرض الواقع. يعني احنا عملنا اوكي، عملنا دراسات، عملنا كل شيء، ينفذ وسريعا جدا. يعني ده مطلوب من الحكومه القادمه، ان المواطن يشعر بكل الاصلاح الاقتصادي اللي حصل، ويشعر بضخ الفلوس اللي دخلت كاستثمارات اجنبيه لمصر، يبتدي يشعر بكل هذا. صحيح. يعني طيب خليني قبل ما اختم مع حضرتك دكتور جيهان يعني اسالك كمان عن ابرز التحديات اللي بتواجهها الدوله يعني عندنا اقليميا ودوليا خلال الفتره المقبله. بالتأكيد الدولة عندها تحدي يعني مهم جدا، يعني طبعا أزمة غزة، أزمة أزمة في غزة فلسطين، بالتأكيد ده تحدي كبير جدا وعظيم جدا، وأعتقد احنا يعني قمنا بدور كبير جدا وتقدمنا تقدم رهيب، وكافة يعني ما أعتقدش إن السيد الرئيس ولا الحكومة حتى السابقة اللي ركن لها كل الاحترام طبعا، يعني أعتقد إن قاموا بدور كبير جدا السيد الرئيس في غزة وفلسطين. خليني أقول إن برضو يمكن برضو عندنا تحدي النمو السكاني السريع جدا، يعني أنا بشوف إن هو تحدي عظيم جدا وكبير جدا، ويجب إن احنا نقف له بالمرصاد حقيقي. ده برضو من أولويات، يعني يجب أن يكون من أولويات الحكومة القادمة النمو الاقتصادي، وكمان ممكن نستفيد من عدد السكان وزيادة عدد السكان اللي موجودين، يعني نقدر ان احنا نعمل شراكات مع القطاع الخاص، القطاع العام مع القطاع الخاص في الفترة القادمة، نقدر نعمل اشياء كثيرة جدا عشان نقدر نزود العمالة، نقدر نتوسع في المشروعات القومية للدولة اكتر كمان من كده. يعني في ناس كتير بتقول نوقف المشروعات القومية، نوقف المشروعات القومية، يبقى النهاردة كل الناس اللي بتشتغل في المشروعات القومية دي قعدت في بيتها، يبقى انت النهاردة ساعدت على البطالة وعلى عدم وجود فرص عمل للشباب الموجودين في هذه الدولة المصرية. بالتأكيد العديد الحقيقة من القضايا والملفات الحقيقة اللي بتواجه الدولة المصرية واللي واجهتها يعني خلينا نقول بكل حزم خلال الفترة الماضية ده طبعا يعني رغم الانتقادات ورغم طبعا يعني خلينا نقول انه كان في بعض طبعا المشكلات اللي كان بيشعر بيها المواطن. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك يا جماعة.
يعني زي ما قالت لنا دكتور جيهان، يعني العديد من التحديات، وطبعا ابرزها في الوقت الحالي هي القضيه الفلسطينيه، وطبعا بتولي القياده السياسيه اهتمام كبير في دعم القضيه الفلسطينيه، وقف الحرب في غزه، وقف الاباده الجماعيه التي يتعرض لها اشقاؤنا الفلسطينيين. وطبعا بيتم العمل كمان بالتوازي مع هذا خلال الفتره القادمه على عدد من الملفات، طبعا في المقدمه التعليم والصحه، وايضا الملف الاقتصادي واستكمال مسار الاصلاح الاقتصادي. ابرز ما ينتظره المواطن خلال الفتره القادمه هو العمل على هذا الملف، التضخم وغلاء الاسعار وضبط الاسواق. دي كانت ابرز التفاصيل الخاصه بتكليف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومه جديده من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتي تعمل على تحقيق عدد من الأهداف. أشكر حضرتكم على المتابعة، شكرا جزيلا.